لا مش ميه جت، انا واصل 10 و10. تمام. والباص اللي الباص كان طلع، الباص اللي بيتحرك بعدها ب10:30. شفتها وهي بتركب فيه؟ لا ده هي جايه، هي جايه راكبه، انا ما اعرفش انها بتركب فيه. نعم. ده انا كنت ناوي، كنت بقى قلت خلاص انا هستناها وهي ايه، وهي ايه، وهي داخله وكده، وهي داخله من بره. وكنت بقى بتمنى اللي هو يعني ايه، بقول اللي هو يعني يا رب انها ما يعني ما تيجي متاخر، او انا نوصل متاخر وما نتقابلش واليوم يعدي وما يحصلش حاجه بقى. فببص بقى رايح اركب الباص، المفروض الباص اللي هو ايه 10:30 ده، كان بعتها لي تهديد انها تعمل فيا وكذا وكذا، فانا مش ضامن اي حد يعني عشان تدافع عن نفسك. ادافع عن نفسي. طيب ليه اول ما قربت من الفندق نط ليه؟ ادافع عن نفسي، وفي نفس الوقت انا بقى جيت في اليوم ده. أيوة. قلت خلاص بقى لو حصل فرصه وكده هقوم ايه بقى ايه من تاني بقى لنفسي بقى واخلص عليها. وهي بقى جت في اليوم ده بقى، جت بقى في الباص عماله بقى طبعا هي جت في الباص جاي، وانا بقى انا واقف بقى ايه عشان اركب، فانا شايف عمال بقى تتريق بقى مش عارف مين اللي جنبها، ما خدتش بالي، عماله تضحك وكده. تريقت جوه الباص؟ ايه؟ جوه الباص. جوه الباص. نعم. فاتعصبت بقى واتضايقت بقى، اللي هو انت لا انت بدت يعني ايه تستاهلي بقى، كل شويه تبص. انا قاعد الباص، الشباب بيبقوا مرة والبنات قدام، كل شوية مش عارف تتكلم صاحبتها اللي جنبها وتتضايق وتبص وتضحك وكده. فأنا بقى اتضايقت، اللي هو أنت وهي ما بتعرفش إن أنا معايا سكينة ولا حاجة. نعم. فخلاص بقى اللي هو أنا قفلت بقى وقلت، اتضايقت بقى يعني حاجة زي الطريقة بتاعها قفلتني، اللي هو انت حتى لو انت في حالك وانا كنت. طب يا محمد، الباص بياخد وقت قد ايه من المحله للمنصوره؟ نص ساعه بس. نص ساعه، في النص ساعه دي ما حاولتش انك تقول يعني ملوش لازمه وارجع يا واد بلاش قتل ولا حاجه؟ ما هو لما بقول لك بقى، انا بحكي لك الفتره دي الكلام ده كله في النص ساعه، اللي هو عمال اتكلم واحده جنبها تتكلم، هي معانا برضه في اللي هي منك ولا حد تاني؟ لا مش لا ده واحدة ما بتسيبهاش شعرها زي. طب اتفضل. مش عارف مين. اتفضل. هي عمالة تتكلم، كان في النص ساعة دي أنا أقول إيه، هي ما بتعرفش إن أنا معايا سكينة، أقول بلاش ومش عارف إيه، وفي نفس الوقت اللي هي عمالة تتكلم اللي هي جنبها دي ويبصوا ويضحكوا ويتابعوا ما أعرفش بيقولوا مين، بس من معرفتي يعني إيه مستنتج اللي هما الكلام اللي هما بيقولوه يعني وانا من قبل كده خلاص بقى، انا يعني ايه انا شايل منك، فانت حتى لو انا شايل منك وانا مقرب وجيت في يوم زي ده لقيتك في حالك وكده هتغضب، لكن انا كنت انا يعني الحاجات اللي في الباص دي ضايقتك؟ نعم. انا لو انا مقرب ولقيتها في حالها وما بتعملش حاجه وانا مقرر 100% انا هتغضب بقى، هي مش واحده ما بتعرفش حاجه ما بتعملش حاجه، لكن انت سبب في كل ده، وانت اللي مدمره حياتي، المفروض بقى انا اللي اقعد اتكلم وانا اللي اقعد اضحك وانا اللي اقعد اعمل، ما عملتش الكلام ده كله وانت اللي قاعده بتعمل.